السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ قبل اي كلام بس نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة هنعمل اكل حلو وسهل كده وخفيف. انا معايا هنا وركين، هتبلهم تتبيلة حلوة قوي وهعملهم بطريقة حلوة. انا حاطة بهارات فراخ، فلفل اسمر، ملح، كمون، كزبرة، قرفة، ورق لوري بقى مقطعة، قرن فلفل كده، وبصلاية فريش، وحبة توم باودر والملح. هي دي التتبيلة. انا هتبل الوركين كده حلو، وهفضل كده يعني ايه ادلعهم كده بمعنى اصح، او اعمل لهم مساج عشان التتبيله ايه تدخل في الفراخ عندي. هركنها على جنب. هنعمل بقى هنا ايه، هنعمل لوبيا بعين سودا. انا كنت مفرزاها سلقاها يعني وشايلاها عندي في الفريزر لوقت زنقه. حته البصلايه ومعلقه الزبده الحلوه بتاعتك، او معلقه سمنه بلدي، او زيت ذره، او زيت اي زيت عندك، اي حاجه. احط قرن فلفل كده برضو يحلي اللوبيا، عشان انا بصراحه هعملها من غير لحمه. انا هعملها كده، حطيت معلقه ثوم صغيره مع البصله، وحط معلقتين ثلاثه صلصه كده. الصلصه دي حلوه قوي يا بنات، جميله. صلصه ليبيا دي احلى من الصلصه اللي هي اللي احنا بنشتريها. الصلصه دي والله انتوا عارفين انا ما بحبش الصلصه في الاكل، بس الصلصه دي انا كنت بستعملها زمان وكانت شحه كده، ما كانتش موجوده، بس لما لقيتها جبتها. هنزل باللوبيا معين صودا، حط بقى الفلفل الاسمر والملح والكمون والكزبره، تطلع احلى حبه لوبيا. بس كده هسيبها بقى ايه. بصوا جمالها بقى وحلاوتها وشكشكتها، بتشكشك كده في الصلصه، عسل عسل. وعامله جنبها رز ابيض بقى، حبه رز ابيض حلوين كده مفلفلين اهو. طبعا حبايبنا وبناتنا الحلوين عارفين الرز بيتعمل ازاي، عملته كذا مره قدامكم. انا بقى حطيت الطاسه على النار، واخدت شويه الحباش اللي هم في الوراك، خدتهم تشويحتين كده بمعلقه زبده وحته ليا. انا هشوح الفراخ في الجنبين، وبعد كده هنزل بميه، يعني هاخدهم كده ايه تشويحتين الجنب ده وبعدين الجنب التاني اهو. تطلع الطريقه دي بتطلع جميله قوي قوي، وبتديكي صوص حلو قوي كده، زي فكره ال اللحمه الشرايح اللي احنا بنعملها على الجريل كده او في الطاسه. بس كده انا خلصت هي عندي، وغرفت الرز. بص الرز بقى وجماله حلاوته. طلع الفراخ كده في الطبق. الوراك بقى طالعه مش قادره اوصف لكم على ريحتها وجمالها ولا زفاره ولا اي حاجه. انا هفضي دلوقتي الصوص عليها، عشان عندي الولاد بيحبوا الصوص بتاع الفراخ، بيحطوه على الرز بصراحه، يحبوا حتى في الصوص البني اللي انا بعمله على اللحمه بيبقى حلو قوي، بيحبوه على الرز. بص اللوبيا وجمالها، عسل عسل والله مش قادره اوصف لكم، من غير لحمه ومن غير حاجه وطالعه زي العسل. والاوراق دي جربوها هتعجبكم قوي، الصوص ده حلو قوي. انا في صوص تاني عايزه تقليه، حطي نص معلقه دقيق كده صغيره، هيبقى معاكي تقيل وصوص حلو قوي. والوراك عندك مستويه وطالعه مش قادره اوصف لكم والله، حلوه جدا. بصوا يعني دايبه دوب كده من التتبيله وجمالها. ويا رب الوصفه الخفيفه اللطيفه السهله دي تعجبكم، واشوفكم بقى في حاجه تانية. وما تنسوش اللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.